بسم الله الرحمن الرحيم. معكم بدر الميتاري، شاب كيخدم مهنة النادل. يعني بدا هذه الخدمة ديالو هذه قبل 9 سنين، يعني اليوم كان راني داخل في 9 سنين ديال هذه المهنة هذه. قبل ما نخدم مهنة النادل كنت خدمت بزاف تاع الصوالح، خدمت في السوق نخوي البيكابات، يعني خوي البيكابات نعمر بيكاب، خدمت عاوتاني نجار، خدمت سودور، المهم كنقلب على الطرف تاع الخبز، يعني ما نبقاش ري مريح. بزاف تاع المعيقات وبزاف تاع المشاكل وبزاف تاع الالام اللي عشتها في حياتي، واخا مازالني صغير ولكن عرفت الوقت قبل الوقت ديالي. يعني من نهار انا ما عشتش الطفوله ديالي مزيان، يعني كنت نقرا نمشي نخدم، يعني ما يعني بزاف تاع الصوالح بحكم الاب ديالي متوفي، الوالده ديالي خدامه عليا، يعني بزاف بزاف ديال الافكار، يعني ما عنديش افكار، عندي اهداف باغي نوصل لها. يعني الهدف ديالي انني يكون عندي انا قهوه يعني نخدم فيها شباب بحالي، يعني شباب باغيين يخدموا بحالي اللي راهم يخدموا على عائلاتهم هما، صافي هذا هو الحلم الوحيد، يعني الهدف الوحيد. وكان اهداف اخرى اللي هي غير كما قلت سابقا في واحد المقال ديالي، قلت بانه انا بي كنقول كاع تسلك، ما كنقولهاش على باش ترضى على الوضع المعيشي ديالك في بلادك، يعني كترضى خصك ترضى على الوضع المعيشي ديالك في العائله ديالك داخل العائله ديالك. اما الوضع المعيشي في المغرب راه معروف، يعني بزاف ديال الناس اللي كيعانيو بزاف، واخا كاين ثروات من الفوسفات من الثروه البحريه من الاسماك بزاف، ولكن ما كافياش للشباب. يعني كتلقى بنادم راه يقرا وكمل قرايته ولكن ما لقاش الخدمه، بزاف كيفكروا. تخيل معايا دابا كتمشي عند اي شاب كتقول له خويا واش هو الحلم ديالك، يقول لك مشي لبرا، مشي للخارج نخدم. علاش؟ ما لقاش بزاف ديال الصوالح هنا اللي كان يحلم بهم، كان يحلمهم بي كان صغير، من كبرت لقى داك الشيء كل شيء في الزير واخا قرا. السبب هو الوضع ديال المغرب. يعني في نظرك يعني شنو هو الحل؟ الحل هو يعطيو واحد الالتفاته قويه من المسؤولين للشباب، ما يضيعوش هاد الشباب، راه كاين طاقات ومواهب قويه بزاف في عند هاد الشباب، خصهم يسمح لي راني نهضر من القلب ديالي، يعني انا ما باغيش الشباب بحالي يضيعوا يمشيو للخارج، وراه بزاف كتلقى انه بزاف كيغرقوا في البحر. يعني ما باغيش انا كنشوف ديك العائله ديالو بحال الام ديالو اللي كتشوف ولدها كيمشي غارق وكذا، ما بغيناش هاد الطاقات يمشيو لنا لاوروبا، خصنا نستافدوا هنا داخل المغرب. الكلمه الاخيره هي واصلوا في الكفاح ديالكم، واصلوا في شكا ديروا، يعني باش توصلوا للاهداف ديالكم، ما تستسلموش، وكما كانت الظروف ديالكم واصلوا وحاولوا تخلقوا السعاده للنفس ديالكم، ما تنتظروهاش من شي شخص اخر. وقعد سلك قعد سلك قعد سلك مولاها ربي ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.